يا والي الروح غيرك ما لروحي ولي أنت أرحم الراحمين أنت أكرم الأكرمين يا الله بعفوك ولطفك كان قال اعملي ويا الله برحمتك تكتبنا مع التايبين والشعر صح وخطأ وصدورنا تمتلي أما كلام خطأ ولا كلام ثمين والزود والكذب ظلمه جعلها تنجلي عنا لجاويد والإسلام والمسلمين والمعذرة يا النشامى واسمعوا ما يلي الوقت ضيق عليه وانتم مجملين أكيد تستاهل التقدير يا أبو علي ما يكرم الطيبين إلا وفى الطيبين وأكيد هذه عنيزة حظها معتلي ما دام فيها رجال مثلكم مخلصين وافضل صلاتي وتسليمي على المرسلين نبينا الرحمة المهدى إلى العالمين. سلامتك. بيض الله وجهك، بيض الله وجه صحة سالك، ما شاء الله تبارك الله.